إذن مثل ما قلت لكم، برتون راسل من إنجليزي، رجل إنجليزي، قال إنه الحياة لازم تكون أسهل من هيك، ما تاخدوها هالقد بجدية، لأنه إذا تعبتوا ممكن توصلوا لمطارح أخدين الحياة بجدية كتير وما كنتوا ما تكونوا تسليتوا أبدا. لازم الرفاهية تكون موجودة مثل ما ساعات العمل لازم تكون موجودة. إذا أنتوا رحتوا من هالدنيا ما حدا رح يحس بفراقكم ولا بغيابكم، ولا حدا رح يقول إنه أنتوا قضيتوا وعملتوا، لأنه حياتكم هي ملككم لألكم طبعا، وروحكم ملك ربكم. كتار منكم بالنسبة لألهم الرفاهية موجودة بحياتهم، وكتار يمكن مش موجودة لأنه الحياة اليومية صعبة عليهم، بس أنتوا لازم توجدوا السعادة ولحظات التسلية والرفاهية بالأربع وعشرين ساعة اللي بتعيشوها بأي شيء أنتوا بتحبوه، بتحبوا تمارسوه، بأي هواية حبوا تعملوها. كتار من الكومنتس وصلت لي، رح أقرأ البعض منها. حسين ماضي: بالحياة قد لا يتحقق كل ما تريد، لكن رضا الله يجعل لك الحياة كما تريد. صباح الخير لك كمان يا حسين. امرأة لا تعرف اليأس: كل كلامك إيجابي، حين أتابع عالم صباح وتكون أنت المنشط أكون أكثر سعادة. ثانك يو لك. صدقت سيد جوزيف: يجب الاستمتاع بكل ما يمر بحياتنا لأنه لن يعود. يجب أن نمنح السعادة لأنفسنا ونمنحها لغيرنا حتى نحس بسعادة أكبر. يجب أن نستمتع بكل لحظة وبكل يوم، والأهم أن نتنفس جيدا كل يوم، نسترخي، نشرب ماء بكثرة، والأهم نبتسم دائما. تحياتي لك من أشد معجبيك. Thank you. الحمد لله. صباح أخي جوزيف: ما في أحسن وأشمل من ثلاث أشياء، الأولى الصلاة، والثانية الرياضة، والثالثة النوم، لحتى يرجع الإنسان مكتمل نفسيا وبدنيا لاستكمال الحياة. تحياتي من الجزائر، وأنا كمان بحيي كل مشاهدينا بالجزائر. دادو بغدادي: بونجور جو، أكيد أحلى شيء الترفيه، أنا بلعب ورق شدة مع العيلة. مش غلط يا دادو، هي جمعة عيلة جديدة كمان، مش ضروري نضلنا على السوشيال ميديا. وفاء محمد: بالإجابة على تعليقات أصدقائي وخصوصا الجانب. لجين الطرابلسي: صباح الخير جوزيف. نانو موسى: بونجورين، بخلص شغل وبروح بنام شوي وبنزل جيم. ريم حصري: أكيد وبدلل حالي. زهراء قاسم: صباح الخير، بوقت ساعة الراحة بحب ألعب مع أولادي، أجمل شيء بحس بالراحة. المهم الواحد يعمل شيء يخليه يحس أنه مبسوط بلحظات حياته اليومية، مش تاخدوا الحياة هالقد بجدية، خدوا الحياة ببساطة لأنه الحياة بسيطة، أنتوا بتعملوها حلوة إذا أنتوا بدكن، أنتوا بتعملوها إيجابية وتعكسوا الإيجابية على غيركم. شكرا لكل يلي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا ولكل اللي تابعونا. رح نكمل نحن وياكم اليوم عالم صباح استثنائيا ل 12:30 بتوقيت بيروت لنقل وقائع المحكمة الدولية. أما هلا رح نروح عند الشيف حسين لنكمل نحن وياه دجاجة، واليوم ما ننسى أنه عنا برجر. شو شيف؟ سويس. سويس برجر. سويس يعني من سويسرا؟ جبنة، جبنة سويس. اه جبنة سويس، اه مع جبنة سويس. طب واللحمة؟ اللحمة هون جوزيف مستعملها استراليان. استراليان يعني انجس؟ انجس. آه الانجس، الانجس شو بنحط لها؟ بس مثل ما هي بتحطها ولا بتحط لها زوايا؟ لا اكيد رح احط لها، رح اخبر المشاهدين عنها شو رح نحط لها وبشو رح نخلطها كمان. أوكي. طبعا رح احط لها. مش انا يعني. وانت اكيد. لا انت صاير بتغار مني بالطبخ. لانه انا اوقات عم بطبخ طبخات طيبة صاير بتغار مني، بس شايف ما انا عم بقول لك انا بعترف انه عم نتعلم منك، يعني انا بعترف بهذه الشغلة. نحن تلاميذك بالطبخ يا شيف. لا جوزيف نحن تلاميذك بكل شيء، بالطبخ وبكل شيء، بكل شيء بكل شيء. حسيته مرعوب. ايه ما بعرف ليه. خايف خايف خايف. مرعوب عامل شيء في افضحك فيه دخلك؟ قلت له اتذكر شو عرفت عن الشيف حسين هاليومين؟ ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. بلا هي في شيء. طب اذا مش اليوم بكره يعني اكيد رح اعرف شو خبريه ورح اخبركم اياها، كونوا اكيدين. اي سر من اسرار شيف حسين رح يوصل لعندكم. ورشه ملح مع الشيف حسين. هيك صارت يا جوزيف. طيب ماشي الحال. اهلا بابو علي. اهلا. ماشي ماشي الحال. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه التلفزيون المستقبل. اليوم في عنا ثلاث وصفات والثلاثه هن مالح. في عندي الدجاج اللي بالملح، الدجاج انا مغطيه بالملح لكن عم بستويه طبعا على بخار الملح، وايضا في عنا وصفه ثانيه تارت اللبنه، وايضا مشاهدينا عنا سويس برجر. هول ثلاث وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. عنا التارت، التارت قدامنا بهالشكل هيدا، حاطه انا بهالشكل، طبعا خلينا نشوفه قدامنا على الشاشه، حاطه بهيدا القالب. عندي خبز توست طري، هيدا الخبز التوست الطري لتيناه بالحليب، بعد ما لتيته بالحليب حطيته بهيدا القالب،
طبعا كنت حاطط ورق خشخاش بكعب هيدا القالب. طيب هيدي بالنسبه للتوست. اول خطوه حطينا توست، لبينا التوست بالحليب، توست طري او خبز بندومي طري، صار جاهز عندي الخبز. طبعا بدنا نحضر الحشوه انا وياكم. الحشوه هي عباره عن لبنه، لكن مشاهدينا لبنه مثل ما عم نشوف. عم نحضر هلا للحشوه لبنه. بدي استعين بالزيتون الاسود، لكن عندي لبنه، عندي زيتون اسود، وايضا بدي اجيب فليفله خضراء، استعين ايضا بالفليفله الخضراء، بدي استعين بالفليفله الحمراء والفليفله الصفراء، لكن فليفله ثلاث الوان كمان بدنا نستعملهم. بقطعهم او بفرمهم بهالشكل الفليفلات. اوكي، بضيف الفليفله الصفراء فوق اللبنه والزيتون، كمان بجيب فليفله خضراء، ايضا بقطع الفليفله الخضراء ونضيف كمان مشاهدينا الفليفله الحمراء. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. مثل ما عم نشوف هالمقادير كتير سهله وكتير هينه، حتى اطباقنا اليوم ولا اسهل من هيك. الفروج او الدجاجه حضرتها باول فقره انا وياكم من فقرات رشه ملح، بعد ما كنت محضر خلطه الملح. هي عباره عن ملح خشن وزلال البيض، لكن ملح خشن زلال البيض. لكن مشاهدينا الملح الخشن وزلال البيض عم نشوفه نحن قدامنا هون، غطينا فيه الفروج. بعد ما غطينا فيه الفروج فوتناهم على الفرن على حراره 220، ناطرينه نحن بعدنا لحتى يستوي. بس انا حضرت صينيتين لنقدر نستوي واحد واحد فرجيكم اياه ونحضره انا وياكم، لان طبعا بيخلص عالم الصباح وبيكون بعده مش خالص. طيب بضيف الفليفله الحمراء مع الفليفله الخضراء. اوكي، بجيب بصل اخضر، ايضا بضيف بصل اخضر، كمان بصل اخضر بيعطي نكهه طيبه. لكن هيدا البصل الاخضر، بجيب زعتر، كمان رشه زعتر، وطبعا هيدا زعتر ناشف مع سمسم، بخلطهم مع بعض بهالشكل مثل ما عم نشوف. وعندي هيدا القالب، بهيدا القالب رح بلش اسكب اللبنه بالنص بهالشكل هيدا. لكن هيدي اللبنه سكبناها حشيناها خبز البندومي الطري، طبعا نمسحها من كل الميلات. وبرجع بجيب انا كمان خبز التوست مثل ما عم نشوف، بحطه بالحليب. بعد ما احطه بالحليب ايضا مشاهدينا بدي سكر فيه اخر طبقه، لكن مثل ما عم نشوف بهالشكل عم سكر فيه. كمان بجيب حبه ثانيه كمان عملتها بالحليب، وايضا كمان بحطها بهالشكل هيدا، وبجيب اخر حبه كمان. طيب هيدي الوصفه صارت جاهزه، بس ولكن مشاهدينا هاي الوصفه بعد ما نحضرها نحن بهالشكل هيدا لازم نحطها بالبراد لحتى تجمد معنا. انا رح شيلها من هيدي الصينيه واسكبها، لكن هيدي اللبنه صارت جاهزه، كل هالمكونات صاروا جاهزين عنا. شو رح نحضر؟ رح نحضر البرجر. خلينا نغير كفوفنا ونمسح طاولتنا لنبلش بتحضير البرجر. لكن اللبنه بنشيلها على جنب، منعقم الطاوله ومنبلش بالبرجر. البرجر طبعا عندي لحمه مثل ما خبرتكم وخبركم جوزيف، رح نضيف لها بهارات برجر، رح نضيف لها كمان كعك، وايضا رح نضيف البهارات، ورح نضيف لها من صلصة الباربيكيو، رح نضيف كمان شوي من صلصة الصويا. وهون لأقول لكل المشاهدين فيكن تحطوا كمان للبرجر، فيكن تحطوا له من البيض، فينا نحط لها أيضا مشاهدينا كاتشب ما عندنا أي مشكلة، طبعا خلطات. وفينا نحط لها بصل، بصل مشاهدينا منقليه، وأيضا فينا نحط بقدونس. لكن هيدي خلطة البرجر. خلينا نروح نحن وياكم بالأول مع بريك، وبعد البريك رح نحضر البرجر سوا.